أن أكملت الهيئة القضائية البت في جميع الطعون بالمصادقة على توصيات. النتائج النهائية للانتخابات تخرج للعلن بتغيير طفيف، مبقية الأوائل كما هم: التيار الصدري تقدم وائتلاف دولة القانون، والمتغير الذي حصل على النتائج هو ارتفاع عدد مقاعد تحالف الفتح إلى 17 مقعدا بدلا من 14، إضافة إلى بعض التغييرات الطفيفة. تغييرات جاءت في 5 محافظات هي بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة، فيما بقت مقاعد الأحزاب التي أطلقت على نفسها معارضة على حالها، وهي حزب امتداد ب9 مقاعد وجيل جديد ذات العدد، فيما حصل 16 حزبا على مقعد واحد فقط. المستقلون أيضا حافظوا على مقاعد كانت عرضة للسلب، حيث وصل ما يقارب 40 فائزا مستقل بهذه الانتخابات، وهو تغيير لم تألفه عادات الانتخابات وتقاليدها. كرة النتائج تدحرجت من المفوضية بعد الإعلان الرسمي لتدخل إلى باحة القضاء للمصادقة النهائية عليها، ليقوم رئيس الجمهورية بعدها بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد وتحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا. يسبق هذا استعدادات أمنية مع احتمالية أن تشهد ساحات الاحتجاج تصعيدا لما انتهت إليه مآلات الطعون والانتخابات المرفوضة لديهم منذ الإعلان الأول لنتائجها.